سلمان يلا الهدف الأول قادم يلا حسين يلا حسين تنشال من دفاع الدنانق الفيتنامي محمود العجيبي الله فتحت عيني وانت نظر عيني يا نبع الحنيني هدف للرفاع هدف للرفاع في الدقيقة 14 في الدقيقة 14 هنا الإعادة هنا التسديدة لمحمود العجيمي بتمر أرضية زحفة على يمين حارس المرمى الهدف الأول قادم لا محالة هدف للرفاع هدف للرفاع لا شيء لنادي دنانق الفيتنامي